ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده عندنا حلقه جديده وموقع جديد. موقع النهارده موقع للاستثمار، وزي ما انتم شايفين موقع بيعمل اب تو 500% في عده ساعات. عندك هنا 200%، في عندك ادنى حد للايداع 1 دولار، والحد الاقصى 500,000 دولار. ممكن بتاخد 1.5% لمدة 100 ساعة، يعني بيكونوا 150%. تمام، عشان تسجل في الموقع بص على كلمة لوج اوت كده عشان نوريكوا طريقة الريجستر في الموقع والساين اب. بتدوس هنا كده، بتدخل الفول نيم والبرفكت بتاعتك والباير وعادة الباسورد واللايت كوين. وبعدين بتحط البيتكوين كده ودوس اي اجري ودوس هنا. طبعا انا مسجل في الموقع فهعمل كده، وهنضغط على كلمة لوجن. تمام، بعد كلمة لوجن كده انا مسجل ايميل والباسورد، وهندوس كلمة لوجن هنا. شايفين كده طلع لنا الخانة دي، طبعا اكونت بالانس هي وكل حاجة صفر. نعمل ميكا ديبوزيت، طبعا الريفرال لينك اهو. مثلا بتختار 100 دولار مثلا ولا حاجة، وبتختار مثلا لو باير، وتختار الخطة اللي عندك، وبتدوس على كلمة سبيند. تمام، ده الريفرال لينك اهو. هنعمل كنسل لاني مش هاودع في الموقع ده. الريفرال لينك، ولو عايز تعمله نسخ بتدوس على كلمة كوبي. تمام، هنا الديبوزيت ليست بيقول لك الديبوزيت اللي عندك. انا طبعا ما عنديش ديبوزيت. هنا الديبوزيت هيستوري انا مش عامل برضو، لا اللينك هيستوري برضو زي ما هي فاضيه كده. هنا لو عايز تسحب من الموقع وتعمل ويز دراو هتسحب منه عادي، بدل البرفكت بتاعتك. هنا ويز دراو هيستوري انا مش ساحب من الموقع. هنا الريفرنس بيقول الريفرنس اللي عندك والكوميشن اللي انت خدته، وده اللينك بتاع الموقع. هنا الريفرنس بقى البنرات، وهنا السكيورتي تبقى زي ما هي فاضيه، من الاكونت لو عايز تجمع. ممكن يكون هنا من الفيديو. عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.